مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. حالة من الحراك السياسي داخل الأحزاب والقوى السياسية، وده استعدادا للمشاركة بالحوار الوطني الذي دعا إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من الشهر القادم، حيث أكدت جميع القوى السياسية أنه يعد نقلة تاريخية في الحياة السياسية بمصر. تفاصيل أكتر عن هذا المشاركة بالحوار الوطني معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ محمود بكري. صباح الخير أستاذ محمود. صباح النور عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا. تحياتنا لحضرتك في البداية، وكل سنة وحضرتك طيب طبعا. وانت طيبة وخير. أنا هبدأ مع حضرتك طبعا ونتكلم عن أهم الثوابت والأسس التي يجب أن يعني بتبنى عليها جلسات الحوار الوطني، من رأي حضرتك طبعا إزاي تحقق الهدف منها؟ بداية لابد من الإشارة إلى أن ما نحن بصدده الآن من بدء جلسات الحوار الوطني مع بداية الشهر المقبل، هو نتائج سنوات من العطاء والعمل في مصر، وأيضا ما بشر به الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت في 3 يوليو 2017 حين أطلق خارطة المستقبل، وأكد على أن الرؤية المصرية للمستقبل تسعى لبناء دولة عصرية حديثة وفق أسس ديمقراطية. ومن ثم بدأت الأوضاع في مصر تتغير وتتحول بشكل كبير مع بدايات عام 2014. كنا نتحدى ونواجه الإرهاب في سيناء وفي بعض مناطق مصر، كانت القضية الأمنية هي القضية المشتعلة، قضية الأمن والاستقرار للبلاد. وأعتقد أن من يتابع الوضع عن كثب ويرى ما تحققه مصر يستطيع القول أن مصر استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تقضي على ما لا يقل عن 99% من الإرهاب في مصر، وهدأت الأوضاع إلى حد كبير في سيناء، ولم يعد إلا بعض الجيوب الصغيرة التي تلاحقها قوات الأمن والقوات المسلحة. هذا جانب. الجانب الآخر، بدأت إجراءات الحماية الاجتماعية في مصر، كلنا تابعنا تكافل وكرامة، وتابعنا حالة صحية، وتابعنا حملة 100 مليون فيروس سي، وتابعنا الكثير من الحملات والمبادرة دعم المواطن المصري وأيضا حياة كريمة وغيرها من الخطوات المهمة التي اتخذت على مدار السنوات الماضية. ثم دخلنا في مرحلة تحرير الاقتصاد المصري بالإجراءات التي اتخذت في 3 نوفمبر 2016 بهدف إعادة التوازن للجنيه المصري في إطار التعامل مع الدولار بلغة موحدة. كانت لدينا مشكلة كبرى تعرقل عطاء المستثمرين وتوافدهم على مصر من خلال وجود سعرين لسعر الصرف للدولار في مصر، فتوحد سعر الصرف وأصبح سعر موحد، وهذا ما كان له الأثر الكبير فيما بعد على قواعد بناء الاقتصاد المصري. نعم. من كل هذه المراحل كان لابد أن ندخل المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة البناء الديمقراطي والحوار الوطني ولا القوى السياسية المختلفة. ومن هنا جاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الحوار الوطني وتشكيل أمانة عامة ومنسق عام لإدارة منظومة الحوار الوطني. المهم في قضية الحوار الوطني أننا يجب ألا يغيب عن بالنا ونحن بصدد هذا العمل الكبير الذي يشارك فيه حلفاء الثلاثين من يونيو، ألا يغيب عنهم أبدا أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة جدا وكانت تسقط لولا يقظة وقوة الجيش المصري ودعم الشرطة الوطنية لهذا التوجه. ومن ثم يجب أن يكون على رأس الثوابت التي ينطلق عليها الحوار الوطني هو الحفاظ على مقومات الدولة المصرية التي تم بناؤها عبر تقديم ضحايا من شهداء ومصابين وخسائر هائلة تعرضت لها مصر على مدى السنوات الماضية. وأرى أن القضية الرئيسية التي يجب أن يتم الالتفاف من حولها ولا يتجاوزها أحد هي قضية الثوابت. الثوابت تعني أن لا مجال لمجموعات الإرهاب والإخوان. هناك بعض الأصوات البشاذ نسمعها هذه الأيام يدعون أن الإخوان فصيح يجب أن يشارك في هذا الحوار، وهذا أمر مرفوض تماما، ليس من قبل الدولة ولا النظام السياسي الحاكم، ولكن من قبل الشعب المصري الذي ذاق الأمرين من تواجد جماعة الإخوان على الساحة وعملياتها الإرهابية وإرهابها المصريين. ومن ثم عن خلل في منظومة الحوار هو مرفوض مقدما، ولن يكون مرفوض فقط من القوى السياسية المشاركة، ولكن سيكون مرفوض من الشعب المصري كله. طيب أستاذ محمود، إمتى تكون المعارضة بناءة
وليس طبعا لإثبات الوصف بأنها يعني معارضة، حتى طبعا لا نخرج بخلافات. يعني إمتى نحقق الهدف الحقيقي ببناء قواعد جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة؟ المعارضة البناءة تعني الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية. يعني لا يمكن أن تدعي أنك معارض ثم تدعم حلفاء الإرهاب وداعمي الإرهاب. المعارضة المصرية تعني دعم الخطوات الوطنية التي اتخذتها الدولة على مدى السنوات الماضية لبناء دولة حديثة. كلنا شاهدنا كم الإنجازات الهائل الذي حدث في مصر على مدى 8 سنوات، وأعتقد أن هذا من الإنجازات العظيمة التي يجب الحفاظ عليها. المعارض ليس معارض على طول الخط إذا كان وطنيا. المعارض قد يعارض في بعض الأخطاء إذا وقعت، ولكنه يدعم ويؤيد الأعمال الجيدة أو الأعمال البناءة التي تحدث في البلاد. هذا هو المعارض. المعارض إنسان وطني وليس إنسان خائن ولا عميل ولا مواجه للإرهاب ولا داعم للقوة المعادية لمصر. صحيح. بشكر حضرتك جدا الأستاذ محمود بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.